بهذه ضربة البداية من الحكم خالد قويدر وانطلاقة مباراة اتحاد بن قردان ونجم المتلوي. أولى الكرات الثابتة في هذا الشوط الأول مجنبة شوية على الحارس حمزة بن شريفية تتنفذ في ديل حمزة بن شريفية. هزيمة أمام مستقبل المرسى 1-0 وتعادل مع اتحاد. هذه فرصة الاتحاد بن قردان وحمزة. مال جوهر بن حسن تمشي لمحمد نصر حامد، محمد نصر حامد تهرب عليه الكرة فالتغطية مدافع نجم المتلوي تمشي بسرعة لشريف بوديان، شريف بوديان تفتك من الكرة ترجع للاتحاد، خطيرة داخل منطقة 18 متر، تسديد والهدف الأول، الهدف الأول للاتحاد الرياضي ببن قردان. يعني بكل قوة بكل قوة الاتحاد الرياضي ببن قردان يضغط يعني ويسجل الهدف الأول في أولى الدقائق هذا الشوط الأول حتى تأتينا الإعادة من شاشة منصة الديوان. خلي شكون صاحب الهدف الأول؟ حسام الحباسي، هل هو حسام الحباسي؟ على كل حال ننتظر الإعادة. ممتاز الهدف الأول للاتحاد. توصل المسكيني، ممتاز العملية الأخيرة، يوزع داخل المنطقة والدفاع بالرأس، دفاع تعود الكرة لمشارك، مشارك، مشارك تعود لحسام الحباسي، الحباسي ماذا يفعل؟ أمامه مجموعة من المدافعين، يعطي كرة للمعامري والحارس، لمحمد علي العمري، محمد علي العمري يعمل المراوغة، توجد المشارك، مشارك يوزع، خطيرة والحارس حمزة بن شريفية، حمزة بن شريفية اللي يحتل المرتبة قبل الأخيرة مع مستقبل المرسى. وخطيرة الكرة تمشي ركنية، جوهر بن حسن ينفذ التماس طويلة توصل الكرة داخل منطقة 18 متر، تمهيد بالرأس ممتاز، خطيرة الكرة وفوق المرمى. ينبه على اللاعبين وينتظر إشارة التنفيذ، تتنفذ والدفاع بالرأس أو قبل ما تخرج. جوهر بن حسن يوزع، تصطدم بالدفاع، تعود من جديد حمزة الطيفي، كرة للاتحاديين وما زال أخطر، وما زال محمد علي العمري داخل منطقة 18 متر والدفاع من فخر العوجي في الدفاع التغطية والحارس سيف الدين الشرفي. المسكيني مع مشارك مع غازي تتنفذ ثنائية الحارس حمزة، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح الاتحاد. لا الحكم يقول، لا الحكم يقول هناك راية تتنفذ بسرعة، هدف أبيض في شباك نجم المناجم وتبقى النتيجة 1-0 للاتحاد. ثنائي مختص في تنفيذ تتنفذ داخل منطقة 18 متر، تمشي كرة للنجم المتلوي، ما زالت تخطر وما زالت الكرة لصالح النجم المتلوي ويتدخل مشارك شعبين معاه جوهر بن حسن أو محمد نصر حامد، تفتك الكرة من جديد وتعود لتشانس مولا، تشانس مولا نصر حامد في التغطية ودفاع الاتحاد، شعبين ينتظر المساند الحباسي لغازي، غازي عبد الرزاق يوزع غازي وبن شريفية يستعد لتنفيذ هذه الكرة الثابتة تتنفذ حباسي والدفاع قبله داخل منطقة 18 متر. محمد نصر حامد هذا أمامكم يعمل المراوغة، ممتازة المراوغة وتسديدة والحارس، الحارس ومخطأ، ترجع الكرة لمحمد علي العمري، محمد علي العمري يمهد لمسة واحدة بين العمري والمسكيني، يسقط المسكيني، الحاكم يقول ما فهم شيء، تعود للاتحاد، تعود الكرة للاتحاد ولكن الدفاع. هذه الكرة الثابتة لصالح نجم المتلوي قبل دقيقة من نهاية الوقت الرسمي والدفاع المسكيني بثلاثية أيوب شعبان بشاركة ليلي. هذه كرة للحسام الحباسي يعمل وراغ ممتازة، يسدد جانبية، هذه نتابعوا هذه الركنية لنجم المتلوي خطيرة والدفاع. خالد قويدر بدون تردد يوزع في الانذارات تتنفذ والدفاع، نتيجة إيجابية إلى حد الآن للاتحاديين. أحمد صلاح مزهود والحائط البشري، تعود لنجم المتلوي ومزهود يعاود يوزع
وتمشي من مولي تشانس يا عم راوي داخل منطقة 18 متر وجانبية. جوهر بن حسن تصدم الكرة بالدفاع وتعود بجديد لبن حسن. محمد نصر حامد، محمد نصر حامد في اتجاه نسيم السيود، نسيم السيود والثاني، الهدف الثاني نسيم السيود. الاتحاد يضاعف النتيجة، امضى نسيم السيود، نسيم السيود يدون الثاني ويضاعف النتيجة في ملعب 7 مارس ببن قردين، و2-0 لصالح الاتحاد. ثنائية للاتحاديين يمضي عليها نسيم السيود، نسيم السيود يسجل الثاني للاتحاد. تتنفذ طويلة في دين سيف الدين الشرفي، سيف الدين الشرفي. هذا تغيير بالنسبة لنجم المتلوي، هذه كرة داخل منطقة 18 متر والدفاع، وأحمد صالح مزهود يستعد للتنفيذ، ينفذ الدفاع مرة أولى خطيرة في دين الحارس. هذه مخالفة غازي عبد الرزاق، ينفذ والدفاع، ما زالت الخطر وما زالت الكورة والحرس. ممتازة جدا، تسديدة قوية جدا من مشارك، والامتياز لحمزة بن شريفية. هاي الإعادة كانت مخالفة من غازي عبد الرزاق، تعود من الدفاع ومشارك كما جات الكرة على الطائر الصاروخية، حمزة بن شريفية تصدى لها، يحط الكرة في الركنية لتنفيذ هذه الكرة الثابتة، وبن عمار ينفذ داخل المنطقة وجانبية رأسية، خاصة عندما تكون تم شكون يعني هذه تتنفذ بسرعة، تعود فريق ينفذ المخالفة الثنائية، تسديدة قوية وسيف الدين الشرفي تصف في الميدان والدفاع ومشارك ومشارك ويرفع الكرة مع غازي الحباسي، تصطدم بالحياة البشرية. محمد أمين عمار ادخل منذحير القيدوم التفي سدد قوية فوق المرمى. الحباسي، الحباسي لمسة واحدة لجوهر بن حسن والحارس ينتظر المساندة باش يسدد، والثالث حسام الحباسي يسجل الثالث جول. الحباسي ثنائية في رصيده والثالث للاتحاد، رائع الحباسي، أنيق الحباسي. قلت هناك جرينتا، هناك أجواء كبيرة، قلت الحباسي مصر منذ البداية، قلت الحباسي مايسترو منذ البداية. والله هذا اللاعب يعني كان عنده إمكانيات كبيرة، ينجم يكون أحسن وأحسن برشا من هكا، ولكن اليوم أثبت أنه من طراز كبير. حسام الحباسي سقيق أشرف الحباسي، ليس غريبا على عائلة الحباسي. هذه الإعادة، هذه الإعادة، الحباسي عمل مراوغة، خذا وقته من خارج المنطقة بالرجل اليسرى، من خارج المنطقة بالرجل اليسرى، وأمامكم الإعادة بكل قوة. حمزة بن شريفية ما نجم يعمل شيء، 3 أهداف مقابل 0، 3 أهداف مقابل 0. توزيع والدفاع، دفاع الاتحاد، الحقيقة الاتحاد صعب الميراث على أرضية ميدان. هذه تسديدة قوية ممتازة، ممتازة، كرة الأخيرة من ياسين الكاسح، ولكن تألق سيف الدين الشرفي حارس مرمى الاتحاد الرياضي من قردين. فرصة خطيرة لنجم المتلوي، مازال يهاجم، مازال يتقدم، مازال يهدد نجم المتلوي، ولكن الاتحاد، الاتحاد سريع في الهجمات المعاكسة، سريع في هذا. نسيم سيود يتقدم، نسيم سيود معاه الحباسي، ومرت، مرت على قيس فضيل، خطيرة الكرة كانت مميزة، ما زال اختار وما زالت الكرة، وللاتحاد الرياضي من قردين والدفاع يتقدم. هذا جينيور هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم خالد قويدر على نهاية الحوار بين اتحاد بقردين ونجم المتلوي، بتقدم اتحاد بقردين بثلاثية نظيفة.